حالة من التناقض الشديد يشهدها سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر، فعلى الرغم من ارتفاع أسعار كل السلع خاصة المستوردة من الخارج في ظل ارتفاع أسعار الدولار خلال الفترات الماضية، لكنها لم تتراجع الآن مع انخفاض واستقرار الدولار في الوقت الذي تشير فيه التقديرات إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. والامور ماشيه كده والاسعار بتزيد، اللي بيقول لك الاسعار ما بتزيدش دوت دواهم، انزل حضرتك الاسواق واسال هتلاقي الاسعار زادت على الاقل من 15 ل 25%. الدولار اثر على الادويه المستورده واثر على الحاجات اللي بتستورد من بره، لكن الحاجات المحليه ونظر للظروف الاقتصاديه الاستهلاك قل. يعني في رمضان القمر الدين والتين والمشمش، ف يعني الحالة الاقتصادية أثرت على الاستهلاك. هي ما نزلتش، هي ثابتة لحد دلوقتي. إنما هي كان الأول ما تعرفش إن تصحى من النوم تلاقي دي بسعرك، تيجي تاني يوم تلاقي الأسعار في الطلع والناس، إنما هي لحد ما دلوقتي ثابتة. وإحنا نتمنى إن هي تفضل ثابتة. والله هو الارتفاع الأسعار دلوقتي مش مناسبة جدا للدخول حاليا دلوقتي، لأن في دخول تحت الأرض. وفي دخول عالية جدا، مفيش وسط بين الداخلين، يا دخل عالي جدا يا دخل واطي جدا، فالفئة مفيش فئة متوسطة في مصر خالص. الاتهامات عادة ما يوجهها المستهلكون إلى تجار الجملة والتجزئة بالجشع والمغالاة في الأسعار وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية في مصر وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن المصري، فضلا عن عدم وجود رقابة مشددة على الأسواق وتطبيق القوانين بشكل يرضى المخالفين. ما فيش متابعة على الأسعار للتجار، واخد بالك؟ لأن بدل الدولار نزل لو في حد متابع ولو في حد مثلا عارف إن الاتجار هيقول لهم، لكن مين اللي متابع الحوار ده؟ مين اللي متابع الدولار لما نزل ومين اللي متابع الأسعار؟ طبعا بالتأكيد طبعا محتاجة رقابة، أي حاجة محتاجة رقابة. المفروض يبقى في رقابة على البياعين، وبالذات البياعين اللي هم قاعدين في الشوارع وكده، لأن هم بيرفعوا الأسعار بمزاجهم، لأن طبعا ما فيش رقابة. فلازم يكون حضرتك في رقابه طبعا. الشعب نفسه هو الاساس، هو اللي بيقبل حاجه تكون غاليه وهو اللي بيقبل حاجه تكون رخيصه. لو احنا نفسنا هنرفض الحاجه اللي هي يعني احنا عارفين ان هي دي سعرها جنيه ونقبلها ب 2 جنيه او نقبلها باغلى من جنيه، يبقى احنا اللي ثبتنا، احنا اللي ساعدنا في غلو الاسعار. رقم 2 الحكومه، مش نرمي كل حاجه على الحكومه ولا لا. ما فيش قوانين بتطبق على الاسعار بالذات، لا اسماك ولا خضروات ولا فواكه، كله ماشي براحته يعني حسب المنتج. خد بالك زي تاجر الجمله، وتاجر الجمله بيدي القطاعي والقطاعي بيدي كده يعني، فما فيش قوانين. تشير التقديرات الى انخفاض اسعار السلع عالميا بنسبه 2% خلال 6 أشهر الاولى من العام الحالي، الا ان تقارير شعبه المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه بالقاهره تشير الى ان السوق المصري لا يزال يشهد ارتفاعا مستمرا في اكثر من 32 سلعه، وثبات اسعار 82 سلعه على مستوى الارتفاع الذي كانت قد وصلت اليه خلال الارتفاعات المتواليه للدولار في المرحله الماضيه.